السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم في تغطية لشققنا الفندقية الموجودة في وسط العاصمة الروسية موسكو. في البداية راح يكون مثالنا الأول للشقق هو One Plus One. هذه عبارة عن صالون وغرفة نوم متصلة مع بعض، ملحقة طبعا بمطبخ وحمام للضيوف، إضافة إلى حمام خاص بغرفة النوم. هذه الشقة تصلح لعائلة مكونة من شخصين إلى 4 أشخاص. الصوفة أو الكنبة اللي أمامنا ممكن فتحها وتصير فرشة. المثال الثاني من الغرف هو 2+1، هو عبارة عن صالون كبير أيضا فيه مطبخ، والصوفة اللي أمامنا تكفي لشخص واحد، إضافة إلى غرفتين نوم وحمام وغرفة خدمية فيها غسالة للملابس. طبعا تصاميم جدا جميلة ومريحة للعين وخدمية جدا للعائلة، إضافة إلى أن الغرف ملحق بها أماكن ممكن تحطون بها ملابسكم ومن دون ما تضايقكم وتأخذ حيز من المكان. المثال الثالث من الغرف هو عبارة عن 2 ماستر أبارتمنت روم. هو عبارة عن 3 غرف حقيقة، عبارة عن صالون ومطبخ، إضافة إلى صالون منفصل يحتوي على صوفة ومكان للجلوس، إضافة إلى غرفتين نوم كل واحدة منها تحتوي على حمام منفصل، ويوجد أيضا تراس وبالكون للجلوس فيه. مساحتها واسعة جدا، راح تكون كافية للعوائل الكبيرة. حقيقة تكفي هذه حوالي 6 أشخاص مرتاحين بهذا المكان. مساحات الغرف جدا واسعة وإطلالاتها جدا جميلة. طبعا ديزاينات الشقق تختلف من شقة لشقة حسب موقعها من البناء، لكن الإطلالات كلها جميلة. وأيضا مثل ما تشوفون ملحق بها أماكن لوضع الملابس، إضافة إلى التراس أو البالكون اللي إلى إطلالة جدا جميلة على المدينة. المثال الرابع من الشقق هو عبارة عن 2 أبارتمنت 1+1، يعني مثل ما شفنا بالمثال الأول شقة 1+1 زائدا شقة 1+1 بيناتهم باب ممكن غلقه، كل وحدة إلها مطبخها الخاص، حمامها الخاص وصالونها الخاص، لكن بيناتهم باب ممكن فتحه وغلقه. ومثل ما قلت لكم الصوفة ممكن فتحها أيضا شخصين بيها، يعني إذا عائلة مكونة من 8 أشخاص فغرفتين النوم راح تكون إلهم، واثنين صوفة ممكن فتحها، 8 أشخاص قدر راح يكونون مرتاحين بهذا المكان. المثال الخامس اللي هو الفاميلي روم اللي أمامنا، هو عبارة عن غرفتين النوم متصلة بصالون كبير ومدخل واحد وحمام واحد، جدا هذه أيضا راح تكون مناسبة ل6 أشخاص.